طبعا هي مع الأسف، لأنه تعرف معناتها بلا موازنة، معناتها واحد من 12 يبدون أنه يستخدمون، وهذا فقط على الجانب التشغيلي، في حين نحن لا يمكن أن يبنى البلد إلا أنه تبدأ الموازنة الاستثمارية، يعني تبدي تشتغل مشاريع وما شابه. فللأسف الشديد نحن يمكن كانت فكرة جيدة أنه يسوون موازنة 3 سنوات حتى لا تتكرر هاي المأساة في كل سنة، أنه نتأخر إلى 5-6 أشهر يعني من دون موازنة. ففي تصوري يعني هذا الجانب هذا مع الأسف بالعالم ما موجود، لأن الموازنة رأسا تكون مقررة أصلا قبل ما تبدأ السنة. فعلى الأقل هذا في الجانب إيجابي ممكن يحل هذه الإشكالات في المستقبل، ولكن للأسف الشديد يعني هذا معناته إحنا متأخرين. يعني إحنا شنو الفائدة من الموازنة التشغيلية يعني زين اللي أنه استنزاف لموارد الدولة ومتأخر؟ ليش دكتور ليش دائما تتأخر الموازنة بين حكومة بين برلمان، اتفاقات سياسية، اجتماعات ظرف بصف البرلمان، شنو الفيلم؟ يعني هو بالضبط هو الخلافات السياسية، وللأسف الشديد يعني لا زال، وأنا ما أريد أعمم، لا زال إلى يومنا هذا أكو تفكير بتقاسم موارد البلد بين الأحزاب على مستوى واسع، ما أبدأ عممها على رأس الموازنة. إيه طبعا بالتأكيد، لأنه الآن يزيدون الموازنة، كل جهة زيد الموازنة من جانبها، موازنة مثلا المحافظات، هو الموازنة لبعض الوزارات، أنه أكو تفكير بطريقة أو أخرى كيفية تتم الاستفادة من قبل الأحزاب المشاركة في السلطة واللي هي ماخذة وزارات، شلون أنه يستفيدون؟ فكل واحد يحاول أنه يحصل أكبر مقدار. للأسف الشديد لو كانت لبناء البلد على العين وعلى الرأس، زين أنا ما أريد همينها عمي، ولكن أنا أقول جزء كبير من عدها أموال، جزء تصرف من عدها أموال للفساد للأسف الشديد، والفائدة الشخصية للأشخاص وللأحزاب. بهذا التوقيت إحنا محتاجين نقدم موازنة انفجارية بهذا الشكل دكتور؟ يعني شوفوا الآن أكو الخطورة اللي موجودة كلش كبيرة في هذه الموازنة، أنه الموازنة التشغيلية بدت المبالغ تفوق موارد النفط، يعني من توصل الموازنة التشغيلية 115 مليار دولار وموارد البلد ما تتجاوز 103 مليار دولار، معناته احنا وين رايحين؟ يعني نحن الفلوس النفط والموارد والموارد الأخرى ما تكفي معاشات، زين فالبلد يعني ماكو، يعني وقاعد نسوي مشاريع استثمارية من الديون يعني، وحتى ادفع معاشات من الديون، لانه الاقل هي الموازنة الاستثمارية، الموازنة التشغيلية اكثر من موارد النفط. فهذا طبعا هذا وضع جدا جدا خطير وتبعاته خطيرة، وراح ترهن البلد بديون كلش كلش كبيرة. ثم الموازنة الاستثمار التشغيلية اصلا هي استنزاف لموارد البلد، كل شيء بنحقق بها يعني. صح. للأسف الشديد رواتب القطاع العام طبعا. طيب.